السلام عليكم ورحمة الله، معاكم محمد سامي. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن أشهر المواد اللاصقة اللي بنستخدمها في عالم الهاند ميد أو الأعمال اليدوية. هنتكلم النهاردة عن الوايت جلو والسوبر جلو، هنتعرف على مميزاتهم ومواصفاتهم وإيه الفرق ما بينهم. الوايت جلو أو الغير الأبيض، واللاصق السريع اللي هو السوبر جلو. تعالوا نتكلم الأول عن السوبر جلو. السوبر جلو او اللاصق السريع طبعا له مسميات كتير جدا. السوبر جلو هو الاسم التجاري لاكثر انواع المواد اللاصقه شهره سواء في الاستخدامات المنزليه او الاعمال اليدويه. عايزين نعرف ايه مميزاته وازاي بنستخدمه كماده لاصقه. طبعا السوبر جلو من اسمه هو ماده سريعه الالتصاق. السوبر جلو غالبا بيتباع في شكل عبوات صغيره لانه طبعا ماده مركزه جدا، واحنا بنحتاج الحقيقه كميات صغيره جدا اثناء الشغل. ده في الغالب شكل العبوه، طبعا شكلها بيختلف من دوله لتانيه او من شركه لاخرى. يعني عندنا في مصر في مسمى الامير، في سوبر جلو، في كذا مسمى بصراحه يعني، لكن الاسم المعروف بيه في اي مكتبه لو انت مش عارف الاسم البراند نفسه هتقول له انا عايز عبوه او انبوبه سوبر جلو. طبعا لو شفنا شكلها من جوه بتكون لونها شفاف كده، طبعا ليها استخدامات كتير جدا، لكن في الاعمال اليدويه او اعمال الهاند ميد بنستخدمها دايما في لزق الخشب. مشكله السوبر جلو انه محتاج حرص شديد جدا اثناء الاستخدام، لانه طبعا بيعمل مشاكل لو وقع على الجلد او تفاعل مع اي سطح وطلع ابخره بتعمل مشكله في العين. لذلك ينصح وانا شغال بالسوبر جلو اكون لابس نظاره واكون لابس جلافز برضو، بحيث ان انا اوفر وسائل امان اكتر. ما بيلزقش على ايه السوبر جلو؟ ما بيلزقش على الاسطح المبلله، لو سطح عليه ميه او طبقه زيتيه ما بيلزقش عليه، لو سطح عليه شحم ما بيلزقش عليه، لو سطح ناعم جدا جدا ما يلزقش عليه. لذلك علشان استخدمه وليكن مثلا في الخشب لازم السطح يكون فيه سنه خشونه. بمعنى هنشوف تطبيق عملي دلوقتي. لو احنا جبنا الخشبتين دول ناعمين جدا، لو حطيت السوبر جلو عليهم كده مثلا يعني وجيت كده وضغطت جامد، اهو ضغطت جامد جدا، اهو مش هيلزق، ما بيلزقش على الاسطح الناعمة، اهو مهما اعمل مش هيلزق. طيب عشان يلزق نعمل ايه؟ لازم اوفر مادة بينية تساعد ان الخشب يلزق فيها. ازاي؟ عن طريق ان انا اجيب صنفرة وابدأ اصنفر الخشب كويس لما صنفر الخشب ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان الدست نفسه اللي انا طلعته او برادة الخشب او نشارة الخشب الخفيفة دي نفسها هتساعدني ان يحصل تماسك بين السوبر جلو والخشب، هتكون كما لو كانت المادة البينية اللي هتساعد ان يحصل تماسك بين الخشبتين مع بعض. صنفرة خفيفة جدا جدا، طبعا هصنفر الناحيتين. تعالوا نجرب كده. شايفين حضراتكم؟ انا بحاول افكها مش عارف. خلاص المادة البينية الدست اللي اتعمل ده من خلال الصنفرة خلى القطعتين لزق حجر. ده بالنسبة للسوبر جلو. طبعا سعره رخيص جدا، يعني في مصر مثلا العبوة دي او الانبوبة دي تقريبا تتراوح سعرها من جنيه ونص لاتنين جنيه، وحتى الانواع التانية الاغلى شوية ممكن تكون بخمسة جنيه تقريبا، فاعتقد هيكون نفس القيمة دي في اي دولة تانية. ده بالنسبة للسوبر جلو. تعالوا نشوف الوايت جلو. الوايت جلو هي مادة لاصقة بتتوغل داخل أنسجة الأسطح الخارجية. بمعنى
لما احط طبقة وايت جلو على الخشب واضغط كويس والقطعتين بيجفوا او الوايت جلو بيجف، بيكونوا بالظبط كما لو كانوا قطعة واحدة. ليه قطعة واحدة؟ لان الوايت جلو نفسه بيتوغل داخل انسجة الخشب ويبقى هو نفسه جزء من الخشب، يعني كما لو كان الخشبتين والوايت جلو اصبحوا التلات حاجات دول قطعة واحدة. وباللغة الدارجة بنقول الخشب بيعظم مع الوايت جلو، بيمسك جامد في بعضه، لكن بياخد وقت شوية. طبعا مش زي السوبر جلو، احنا قلنا السوبر جلو في ساعتها في نفس اللحظة بيبان النتيجة، اما الوايت جلو لا بياخد وقت شوية، مش وقت كتير. وطبعا ده بيعتمد على قوة الضغط اللي انا بتحكم فيها من خلال مثلا وجود أمطة او اي مشبك او اي حاجة اضغط بيها قطعتين الخشب. هوري لحضراتكم. طبعا الاول الوايت جلو هو شفاف ابيض ويعتبر طبعا سريع الجفاف، ونسبيا هو سريع الجفاف. ملوش ريحة عكس السوبر جلو، ريحته نفاذة شوية وبتضايق العين. بنستخدمه في لصق الأخشاب، المصنوعات الجلدية، ورق الحائط، ألواح الإسبستوس، حتى في تجليد الكتب. ممكن نستخدمه زي ما هو كده بالظبط عادي جدا، وممكن نخففه بحد أقصى 15% تخفيف طبعا بالمية. ده شكله. طبعا قبل ما استخدمه لازم اكون مصنفر السطح كويس او الخشبتين اللي انا هلزقهم. ممكن في الدهان بالوايت جلو استخدم فرشة او رول حسب المساحة اللي هشتغل عليها. وصلاحيته عام من تاريخ الانتاج، نفس الكلام السوبر جلو، لكن الفرق ما بين الوايت جلو والسوبر جلو في الصلاحية ان السوبر جلو مجرد اتفتح بحد اقصى شهر او يمكن اقل وبينشف، اما الوايت جلو لا، الوايت جلو مادام محافظ عليه كويس وقافل الغطا كويس جدا ممكن يقعد معايا فعلا سنة. تعالوا نشوف حضراتكم ازاي نستخدمه. ادي قطعة خشب هنصنفرها، والصنفرة هنا الخشب المقصود بيها ان انا انضف السطح مش اكتر، بالاضافة ان انا ادي فرصة اوزع الوايت جلو بشكل مناسب على القطعة. نفس الكلام القطعة التانية، وبالفرشة علشان هي بس قطعة صغيرة هحط كده. احنا اتفقنا الوايت جلو لما بينشف بيكون شفاف، وبيكون القطعتين الخشب مع الوايت جلو كما لو كانوا طبقة واحدة او قطعة واحدة تماما. واحط قطعة الخشب عليها التانية، مش هي اقصر منها شوية كده، ممكن برضه افكه عادي لكن ماسك. لكن عشان ازود سرعة التماسك اعمل ايه؟ ممكن بس نقفلها، نشيل ده ونقفلها، اجيب القمطة دي واسيبها على الاقل ساعة. بعد ساعة القطعتين دول هيكونوا كما لو كانوا قطعة واحدة. طبعا احنا مش هنقعد الساعة، لكن بوضح لحضراتكم الفكرة. يبقى احنا النهاردة عندنا حاجتين مهمين جدا في شغل الهاند ميد والاستخدامات المنزلية، السوبر جلو والوايت جلو، لاصق سريع وغير ابيض، مهمين جدا في شغل الهاند ميد. بالمناسبة كمان الغير الابيض بيتباع ربع كيلو، نص كيلو، كيلو، واسعاره مش غاليه في متناول الايدي. اتمنى نكون استفدنا من الحلقه وتكون معلومه بسيطه وسهله. لو اول مره تتابعنا نستأذنك نعمل سبسكرايب، ولو انت متابعنا بالفعل ما تنساش تعمل لايك وشير. اشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه الجايه. السلام عليكم.